هنا بمخبر الوقاية لولاية وهران، يتجند صيادلة ومخبريون منذ بداية انتشار وباء كورونا لمد يد العون لقطاع الصحة. فالمخبر المتخصص في تحليل الأمراض المعدية في المستشفيات ساهم بدوره في تعويض النقص المحلي في عينات الكشف عن فيروس كورونا من خلال إنتاج 150 عينة يوميا. رانا نصنعوا في لابوراتوار تاعنا هادو لي كيت. اون ا يو لوتوريزاسيون دو لانستيتو باستور الجي باش نقدروا نبداو هاد لا برودكسيون، اي بور لو مومون اون اي اون تران دو برودوير. رانا نديرو ان اوتر نيفو في المخبر الوقائي لولاية وهران، ا بو بري 100 الى 150 كيت دو بريلافمون في اليوم. كما يوفر مخبر الوقاية أكثر من 240 لترا من المحلول المعقم لليدين، أين يصنع داخل المخبر باستخدام كحول نباتي صديق للبيئة مستخلص من الزيوت النباتية. On a essayé de faire de la production à notre niveau. منها نديرو لا برودكسيون على مستوى مخبر الوقايه لولايه وهران، ومنها ثاني تكون لا برودكسيون لوكال في كل مؤسسه استشفائيه باش تكون كاينه اون اوتونومي تاع شاك ايتابليسمون. اقترحنا باش نعاونوهم ندعموهم هذا البيو ايثانول، دونك اللي هو كحول من اصل نباتي، دونك بور فابريكي بور لا برودكسيون تاع هذا لو جيل هيدروالكوليك. بيان سور لافونتاج تاع البيو ايثانول هذا سي كيلي بلوز ايكولوجيك. هذا المخبر يسخر أيضا صيادلة متطوعين ويوفر معقمات لسد مستلزمات المستشفيات لمكافحة وباء كورونا.